سيزون 5 أخدنا الكلمة في اللغة الإنجليزية وإزاي الكلمة بتتكون في اللغة الإنجليزية. ليسون 6 هناخد الجملة في اللغة الإنجليزية. أول حاجة عندنا الجملة في اللغة العربية بتتكون من الفعل زائد الفاعل زائد المفعول. الفعل زائد الفاعل زائد المفعول، دي الجملة في اللغة العربية. مثال لما أجي أقول تأكل سارة الطعام، يلعب أحمد كرة. إذن هنا الفعل في الأول تأكل، بعد كده الفاعل سارة، بعد كده المفعول الطعام. أما في اللغة الإنجليزية بتختلف في حاجة، بتكون من الفاعل زائد الفعل زائد المفعول. يبقى الفرق بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية في تكوين الجملة أن في اللغة العربية بتتكون من الفعل بيسبق الفاعل، الفعل زائد الفاعل زائد المفعول. أما في اللغة الإنجليزية الفاعل زائد الفعل زائد المفعول. تعالوا نشوف الجملة في اللغة الإنجليزية بتتكون من الفاعل زائد الفعل زائد المفعول. الفاعل اسمه subject، الفاعل اسمه subject، والفاعل بنرمز له بالرمز SUB. أما الفعل اسمه verb، الفعل اسمه verb وبنرمز له بالرمز V أو حرف V. أما المفعول اسمه object، المفعول اسمه object وبنرمز له بالرمز OBG. مثال هناخد نفس الأمثلة اللي أخدناها في اللغة العربية، ولكن هنقدم الفاعل على الفعل. سارة تأكل الطعام، أحمد يلعب كرة. تعالوا نترجمها في اللغة الإنجليزية. أول حاجة الفاعل سارة eats food، سارة eats food. إذن هنا الفاعل سارة، بعد كده eats يأكل هو الفعل، بعد كده food طعام هو المفعول. المثال الثاني أحمد plays ball، أحمد يلعب كرة. أحمد هو الفاعل، plays هو الفعل، يلعب، ball هو المفعول. إذن بيختلف مكان الفعل والفاعل عند تكوين الجملة في اللغة العربية والجملة في اللغة الإنجليزية. في اللغة العربية الفعل بيسبق الفاعل، تأكل سارة، يلعب أحمد. أما في اللغة الإنجليزية الفاعل هو الذي يسبق الفعل، أحمد plays، سارة eats. إذن كده أخدنا الجملة في اللغة العربية والجملة في اللغة الإنجليزية. في الدروس الجاية هنبدأ ناخد الفاعل بالتفصيل، وهنبدأ ناخد الفعل، وهنبدأ ناخد المفعول، هنبدأ ناخد أجزاء الجملة بالتفصيل.